السلام عليكم. احنا اليوم فخورين بزاف لاننا في هذا اليوم هذا جمعنا بزاف ديال الحوايج اليوم مزيونين، جمعنا بزاف ديال الحاجات اليوم مهمين، منهم كرارس ديال الناس اللي مضرين، منهم فرار ديال الطياب الى اخره، منهم فروشه ومنهم الغطاء. والحاجه المشكل اللي كان في الاول هو ان في الاول كل شيء مشى، لكن هذا هو الوقت الصعيب، هو هذا، لان هذه الظروف الصعبه في حق الجنازه. ملي كتكون جنازه كتكون العائله محتاجه ذاك النهار اليومين، كل شيء كيسيبو ما كيمشي، ولكن في هذه الظروف هذه اللي هي باقا هادو هما الحاجات اللي مهمين. وان شاء الله اليوم بلينا نشبروا الطريق ونتمناو نوصلوا بخير وعلى خير. كنشكروا جميع الناس اللي كانوا متطوعين في هادشي هذا. حنا كساكنه مدينه طنجه مجموعه من الاصدقاء والصديقات والحباب ديالنا كنضمنوا مع الاخوان ديالنا في مراكش، تارودانت، اكادير والنواحي المتضررين في الزلزال. حاولنا نعاونوا باش اللي كتب سيدي ربي ونتعاونوا معاهم، وكنتمناو ان شاء الله هادشي يوصل لهم ويكونوا على خير وبخير، واللي توفى الله يرحمهم ويوسع عليهم، ومازال الخير ان شاء الله في هاد البلاد، وديما غنبقاو متضامنين حتى لاخر نفس فينا ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. بغيت نعزي تعازينا الحاره لاسر الضحايا. كنشكر المغرب على التضامن ديالهم، ساكنة طنجة على التضامن ديالهم. بسم الله، هذه المبادرة هذه جاتنا عفوية، أبناء الحي ساهموا في هذه المبادرة هذه. وكنشكر الناس اللي دعم حي ابن خلدون، كنشكر الناس ابن خلدون، سواني، بافلوري، سكان بيلير، مصلى، لاله الشافيه، جميع السكان المجاوره لحي ابن خلدون اللي شاركوا في هذه العمليه هذه التضامنيه، كنشكرهم بزاف. وهذه عفويه معنا تعلق لا بالجمعيات لا بهكذا، هذه ابناء الحي ابن خلدون ساهموا تطوعوا كما كتشوفوا. الشاحنه الاولى بفضل الله وبفضل المحسنين هي امتلأت، وحنا بدينا في الشاحنه الثانيه ان شاء الله، وكنتمناو التوفيق لكل اللي ساهم هكذا، وكنشكروا جميع اللي ساهم في هذه العمليه هذه، وشكرا بزاف. المغاربه معروفين بهذا الجمع هذا، التأخي مع بعضنا الحمد لله، محسنين لعلك ترضى، الحمد لله وكل شيء بخير. واللي هذا الشيء بدا سبحان الله العظيم يرايده، والاقبال بزاف الصغير والكبير، داك الشيء ما كيتصورش، داك الشيء الشعور ديالنا ما نقدروش كيفاش. والحمد لله ملي كاين الخير، وعملنا واحد جوج درمايك ان شاء الله اليوم في العشرة د الليل شابرين تارودانت، الاخوان ديالنا تعازينا الحاره والله يعظم الاثار والمساواه ديالنا. الارض طنجه فيما مشيتي كتجبر سبحان الله، تينا يشوف دي عينك، شوف مسائل كامله مغلوقه، كل شيء كيتزابق في طنجه كامله فيما مشيتي، مصلى، دريسيه، سواني، بافلوري، دراد، جماعه، مرشان، وطنجه باليه نواحي كامله، كل شيء متضامن وكل شيء خصو يعمل الخير، والحمد لله سيدي ربي على هذه السعاده. كنعزيو الناس ديالنا مساكين اللي توفاو، والله يرحمهم والله يتغمدوا برحمه الله، والناس المصابين الله يشافيهم، والمغاربه كاملين ضامنين معاهم من طنجه حتى القويره قلبا وقالبا، برزقهم بكل شيء كيساهم، اللي ما عنده شيء كيساهم واخا بالدواء، وانا لله وانا اليه راجعون، وكل شيء كيتضامن، كل شيء برزقهم. حنا في طنجة الحمد لله بالصغير بالكبير بالمرأة بالبنت بالولد كل شيء كيتضامن بالقليل وبالكثير. الله يجازي كل واحد، الله يخلف على كل واحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنايا معنا.
حاجه صغيره مش عاجبك.